الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. بعد هذا الاجتماع الخليجي التشاوري الخاص بسباقات الهجن مع في هذه اللحظات سعادة الشيخ حمد أبو عبد الله، مساك الله بالخير. يا مرحبا بكم. يا هلا والله مرحبتين، الموقع الأبرجاء، الموقع الحقيقي اللي موقع هذا اللي الحقيقة فيه له إقبال كبير من المتابعين، ودائما كل من ألاقي من عشاق رياضة الآباء والأجداد علي يعطوا الحقيقة يوصل يبلغوني الشكر حق هذا الموقع، وأتمنى إن شاء الله أنكم دائما تكونون مستمرين بهذا النشاط وهذا الحماس والتغطية لكل اللي يشيد فيها. الله يطول عمرك أبو عبد الله، حدثنا عن أهم مدار في الاجتماع التشاوري. بالنسبة للاجتماع احنا كنا تكلمنا في الشريحة أن الهجن مطلوب أن تحط فيها شرائح على أساس أن إثبات ملكياته وإثبات المالك. فالأخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة عاملين هذه الشريحة وإحنا عاملين الشريحة، فحبينا أن وجهة نظرنا أن تكون شريحة خاصة بالهجن القطرية، وتكون شريحة الإمارات خاصة بالهجن الإماراتية، لأن هناك أعداد كبيرة من الهجن. بتكون صعوبة لو أن كانت الشريحة موحدة مثلا سواء شريحة خليجية أو ما شابه ذلك، ففضلنا أن تكون شريحة منفصلة على أساس أن تخفف الضغوط على اللجان وتسهل حتى بالنسبة لتسجيل الهجن. فالحمد لله الأخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم سمو الشيخ سلطان بن حمدان رئيس اتحاد سباقات الهجن رحب بالفكرة وما قصر الحقيقة، كان يعني رحب بالفكرة ودائما هو ينظر حق مصلحة الهجن والمشاركين. هو حسب كل ما مقابلاتي معه أن أهم شيء عنده مصلحة الركض ومصلحة الملاك والنظام لازم يكون نظام صح، فالحمد لله بعد ما قلنا له عن الموضوع هذا رحبوا فيه. أول يوم استلمنا كتاب من الشيخ سلطان يعتمد أن لجنة قطر تكون لها شريحة خاصة والإمارات لها شريحة خاصة وتكون تسجيل مميز، والحمد لله إن شاء الله إحنا ماشيين في هالموضوع. عبد الله، هل هناك يعني طرق او امور في التعاون الاخرى تطرق الحديث هذا؟ والله هو شوف هو التعاون في كل شيء خاصه الهجن والرياضه هذه والركض، احنا التعاون يشمل كل المواضيع هذه، لكن ابرزها ان الشريحه هذه، لان كان الكل يتساءل عن الشريحه ان كيف القطريين بيروحون الامارات بهجنهم وتحط لها شريحه وبعدين ترجع فوق. يعني افرض لو ان بعد فتره احنا عملنا شريحه بتكون في تضارب، فالحمد لله الحين صارت شريحتنا مميزه برقم كود خاص، هم نفس الشيء والجهاز واحد، وتكون سيديات عندنا يستلمونها الاخوان في دوله الامارات تخص بالشرائح ارقام الهجن وملاكها، وهم نفس الشيء يعطونا سيدي على اساس ان وقت الهجن الاماراتي تشارك عندنا تكون سليمه وطريقتها صحيحه، وهذا يعني ابو عبد الله شكرا جزيلا لك. شكرا لك.